بوتشا في ضواحي العاصمة كييف. هنا دارت معارك شرسة بين الجيشين الروسي والأوكراني في بداية الحرب. تبدو شوارع بوتشا اليوم مختلفة بعد عام من بداية الأحداث. نفضت غبار الحرب ويحاول أهلها العودة إلى وضعهم السابق رغم الصعوبات. رغم تحسن الوضع لم تعد المدينة كما كانت من قبل. كثير فقدوا وظائفهم وهذا يؤثر على حياة الناس. يواجه الناس صعوبات في العيش هنا. ما زلنا نعيش تحت الضغط. نسمع دائما صفرات الإنذار. نريد أن ينتهي كل هذا سريعا ونعود لحياتنا. بينما اختار النازحون من مناطق أخرى بوتشا للإقامة فيها مؤقتا. نحن من منطقة نيكابل، نزحنا إلى هنا بسبب القصف الروسي. لما أتحمل أنا وزوجتي الوضع هناك جئنا إلى بوتشا. شكرا لبوتشا التي احتضنتنا. نأمل أن نعود إلى بيتنا سريعا. هذه الكنيسة في بوتشا اشتهرت عقب اكتشاف مقبرة جماعية بالقرب منها بعد انسحاب القوات الروسية من المنطقة. تحول هذا المكان إلى مزار للقادة الأجانب الذين يزورون كييف. أما هذا الشارع الذي يربط بوتشا بإربين شهد بدوره معركة شرسة، يبدو اليوم ورشة مفتوحة لإعادة بناء وإصلاح ما دمرته الحرب. نحن هنا متطوعون، نساعد في بناء وإصلاح المباني السكنية. هنا حدثت انفجارات دمرت المباني، لقد قمنا بإزالتها بشكل كامل ونقوم الآن بإعادة بنائها. أما هذه المباني في إربين فما زالت شاهدة لحد اليوم على فظاعة وهول الحروب. زالت أغلب آثار الدمار التي خلفتها المعارك في بوتشا وإربين وعادت حياة الناس شبه طبيعية، لكن جراحهم ما زالت لم تلتئم بعد، وما زالت مطالبهم قائمة بضرورة كشف حقيقة ما حدث. إبراهيم حسناوي، سكاي نيوز عربية، إربين.